بس انت ايه طلعت مسخره يا مين؟ ايه ولسه انت لسه شفت حاجه مسخره؟ طب اقول لك ايه؟ اه اقول ده انا هقول للصبح ان شاء الله طول ما انا معاكي. انت ناوي يا حبيبي تقول لجوز الخيل بتوعك ان انت اتجوزت ولا لا؟ ايه مالك انتم يا حريم؟ نفسي افلق الدماغ دي واخش جوه دماغ الحريم واعرف بيفكر ازاي. يا بنت الناس الراجل يبقى قاعد مع الست بتاعته في منتهى السعاده والفرح وهم جرده وميه ساقعه في وشه على طول، مالكم فيه؟ بص عليك يا ميدو، الموضوع لا ميه ساقعه ولا سخنه، الحكايه كلها انا عايزه اطمن على حالي يا بيبي. يا بنت اطمني، بقول لك انت متجوزاني شرعي وانا متجوزك شرعي، فاهمه يعني ايه شرعي؟ فاهمه، بس سكيتي يا حبيبي. ايه سكيتي؟ ايوه سكيتي. انت عايزه يعني تعرف الناس كلها؟ ماشي يا ست، دي بسيطه وسهله. يا ناس انا متجوز صارع عبد حميد، يا ناس متجوز صارع صار القمر. انا اقول للناس بقى، اقول يا ناس انا متجوز المفتقه بالفول السوداني والحلبي. الله الله الله، ايه يا عبده؟ ايش شفتاش يا اخويا اللي انت لابسه ده؟ في ايه يا راجل؟ هو انا كل ما اجي لك الشقه دي الاقيك متجوز لي واحده جديده؟ الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا خالتي. خالتك؟ خالتك مين يا روح امي؟ الله يرحمها ويحسن اليها. تصدقي انت شبهها بالملي. ايه اللي جابك دلك يا روحي؟ جاي اطمن عليك يا عبد. طيب اطلع البلد دلوقتي. لا مش هطلع يا اخويا. قلت لك اروح اطلع على البلد دلوقتي. طب ما سالتنيش مش هطلع ليه على البلد دلوقتي؟ ليه؟ عشان جاي اقعد مع الاموره اونسها يا روحي، وكمان كلمت الثانيه هي تيجي برضو تقعد كده تتانس معانا لغايه ما ترجع لنا بالسلام. ارجع من ايه؟ انا قاعد ومش منقول من هنا. الحاج عبد الحميد؟ ايوه. طالبينك في الاسم. كلوا بس كده وروقوا نفسكم. المهم قولي اللي انت اتاخرتي كده ليه؟ كنت لازم استنى التليفون طبعا عشان ما يشكش فيا. الاهي ما يخرج منها البعيد. لا من الناحيه دي اطمني، هيقعد شويه حلوين. وانت يا حلوه انت وهي بقى ناويين تعملوا ايه؟ انا عن نفسي هروح اقول له الف سلام عليك يا حبيب قلبي، معلش خدت عين وحسد عشان خاطر الواد، اصلهم مستكترين عليك الواد يا قلبي. طب خدي بالك بقى، لو عبد الحميد طلع من الحبس مفيش حد هيلبسها غير روحي. لا يا اختي، انا ومن بعد الطوفان لو خرج وهيعمل فيا حاجه هقول له على كل حاجه، هجيب له البقره من اولها لاخرها. مالك يا روحيه بتبخي سمي كده ليه؟ انا بضحك معاك يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ انا سلمت عبد الحميد يا حبيبتي علشان خلاص جات لي قرفة منه. وانتي اديكي شفتي بقى ازاي، وانتي كمان ممكن يبيعك في اول محطة. قولك ايه، اللي بيعه مع عياله يا حبيبتي يبيع اي حد وبالرخيص كمان. ماشي يا عبد الحميد، عشت معاه عمري كله ما خدتش منه مليم، بس وحياة بنتي لا هاخد حقي منه تالت ومتلت. وانا هو انا عملت حاجة ولا خدت حاجة؟ لا انا اطلع بلوشي ولا ايه؟ انا لازم اعمل نفسي. حلو الكلام ده قوي، يعني احنا متفقين عبد الحميد لازم يفضل محبوس، ولو طولنا نلبسه الاحمر نلبسه له. طول ما عبد الحميد جوه واحنا بره هنعرف نسيطر على كل حاجه. طب ما زي الفل، حلو قوي كده، بس ده يتعمل ازاي؟ ما تقلقيش ليها حل حبيبتي، ليها حل. كده اكل بنفسي راضيه. انا وشيفتي.